السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. وعندنا التغطية السريعة عن Infiniti QX50، سيارة SUV من Infiniti الجميلة اللي بتعرف عليها على أهم المواصفات وأهم المزايا. طبعا موديل 2021 وهذه فئة الفل كامل جميع المواصفات. وبسم الله، وزي ما تشوفون متابعين الكرام هذه هي الكيو اكس 50 2021 فل كامل جميع المواصفات او كاملة المواصفات. وكيل Infiniti بالمملكة، التوكيلات العالمية، شركة التوكيلات العالمية. طبعا الضمان ما شاء الله ضمانهم جدا مميز، 5 سنوات، عداد كيلومتر مفتوح، مع خدمة صيانة مجانية لمدة 5 سنوات او 100,000 كيلو. السيارة هذه طبعا ابرز منافسينها صراحة انا اشوف Lexus NX احد المنافسين لها، كذلك ما شاء الله نشوف الاودي تقريبا، الكيو 5 نوعا ما يعتبر من ضمن قائمة المنافسين مع ذلك حجم اكبر شوي، ومرسيدس جي ال سي كذلك ضمن المنافسين، بي ام دبليو اكس 3 تقريبا برضو من ضمن المنافسين لهذه السيارة كحجم. المحرك اللي عليها طبعا محرك 2000 سي سي توربو، على فكرة شركة نيسان وانفينيتي، طبعا هي شركة هي تابعة انفينيتي تابعة نيسان، اخذت عليه براءة اختراع ما شاء الله تبارك الرحمن. محرك 2000 سي سي توربو طبعا حدود 268 حصان تقريبا نيوتن متر 380، والجير سي في تي، وصراحة سيارة مميزة جدا. مع ان الجير سي في تي كلنا نعرف قيادة السي في تي، هنا ما تحس ابدا ان الجير سي في تي. طبعا الدفع على السيارة فئة الفل كامل، والنصف اللي يجي دفع رباعي. بالنسبة للفئات او فئة الستاندرد تيجي دفع امامي. من مواصفات الفل كامل طبعا تيجي سقف بانورامي، تيجي اضاءات فل ال اي دي، برضو فيها الاضاءات تكون متكيفة مع الالتفاف، مع وجود عدد 4 حساسات امامية. طبعا السيارة اكيد فيها رادار، فيها تنبيه خروج على المسار، فيها النقط العمية، وجنوط السيارة تيجي بمقاس 20 انش على فئة الفل كامل والنصف فل. طبعا هذه هي جنوط السيارة، مقاس الجنط 20، مقاس الكفر 255 على 45، زي ما نلاحظوا كفرات من نوع بريجستون. عندنا اشارات بالمراية، حناية عفش. على فكرة السيارة هذه راح نبدأ نشوف كثير من سيارات Infiniti ونيسان تتخذ نفس الاكس او نفس الاوبشن، يعني هي تعتبر حاليا اعلى مواصفات وتقنيات موجودة عندهم. طبعا هذه السيارة من الخلف، الاضاءات بنصورها لكم بالكامل بالليل عشان نشوف اضاءاتها. حاليا نشوف تصميمها الخارجي في النهار. طبعا عندها فتحتين شكمان خلفيات، عدد 4 حساسات خلفية، QX50 All Wheel Drive، شنطة خلفية كهربائية، طبعا تفتح عن طريق القدم، حركة القدم أو الزر اللي موجود بالسيارة بالشنطة أو الريموت أو داخل السيارة. كذلك الإغلاق عن طريق القدم، وبرضو فيها ميزة أنك تقدر توزن الفتحة، فتحة الشنطة أو زاوية فتحة الشنطة على حسب احتياجك، لكن صراحة خليها دائما بالشكل هذا أفضل لك. عندنا مساحة خلفية، سيارة 5 مقاعد مساحة خلفية، وهذه استارتها. وعندنا هنا الشنطة حقت العدة، طبعا الكفرات نسينا نقول انها من نوع رنفلات اللي هي ما تحتاج تستخدم، طبعا لا قدر فقع الكفر ضرب ما تستخدم سبير، تقريبا تمشيك 80 كيلو حسب معلوماتي. طبعا فتحتين شكمان لا ننساهم. هذه الشنطة الخلفية، طبعا سيارة جامعة بين الكروس اوفر والاس يو في. طبعا حاليا اي سيارة تستخدم كفرات SUV كذا كذا تعتبر سيارات SUV، ما في تسمية صريحة واضحة ان هذه كروس اوفر او هذه SUV لاخره، يعني حتى هم شوفوا بنوع الهيكل حاطين ستيشن. Infiniti QX50 2.0 لتر جير سي في تي اول ويل درايف، شاحنة خفيفة، تصنيفها كل لتر بنزين 13.6 كيلو، تقييمها ممتاز، ونوع البنزين 95، تقدر تعبيلها 91، لكن انصحك في حالة الطوارئ فقط ما حصلت 95، تبي المحرك ما يطلع لك صوت غريب، ما تبي تشوف كفاءة في الوقود في العزم، عب 95، مع أنه 91 ما راح يطلعك من الضمان، لكن الأفضل دائما أنك تعبي 95.
مفاتيح ذكية صراحة، متعودة مفاتيح نيسان وانفينيتي تكون بشكل واحد، هذا الوحيد اللي جاب شكل مختلف. زي ما قلت لكم في تقنيات هنا مختلفة نوعا ما عن باقي السيارات، زي مثلا معروف ان نيسان او انفينيتي الفول كامل دائما يجي فيها زر دخول ذكي تضغط الزر، هنا لا، هذه التقنية الجديدة اللي موجود فيها بمجرد تلمس المقبض يفتح القفل. ما شاء الله تبارك الرحمن، اول ما نفتح السيارة راح نشوف الفخامة الأنيقة ما شاء الله. طبعا مقاعد الجلد، التطعيمات المميزة فيها انفينيتي. نفتح الباب، الصف الخلفي، الستائر الجانبية، طبعا سقف البانورامي يوريها لكم، كذلك فيها إضاءات بانورامية داخلية، هذه حملات الأكواب، فتحات التكييف. نلاحظ في ميزة صراحة جميلة، أول سيارة أشوفها فئتها أن المكيف تقدر تخليه حار بارد الصف الخلفي الفتحات. طبعا عندنا هنا منفذ طاقة USB ومنفذ طاقة عادي. برضو في حق الأطفال، هذا إذا حابين تستخدم برضو المقاعد بالزوايا معينة للظهر ما عندك أي مشكلة. طبعا الستائر جانبية يدوية هذه موجودة. كرسي السائق الراكب كلهم بحركة كهربائية، وفي معلومة كذا خفيفة أعطوني إياها الجماعة أن هذه الكفرات هذه المقاعد مصممة من وكالة ناسا. طبعا يعني مو بأن هذه كراسي حق الطيارين الصواريخ ومدري إيش، لا، هذه يعني عشان تكون دائما مريحة للظهر والعمود الفقري، يعني أشبه ما نقول أنها تكون طبية. طيب نبي أصور لكم الداخلية صراحة في النهار، وهذه البروجيكتر طبعا الفورميك اللي موجود عليها جدا أنيقة صراحة، تناسق الألوان وتناغمها، كذلك السقف اللي يجي كانتارا اللي هو شاموا، أنا دائما أقول شاموا. هذه لا ما يحتاج الفتحة. ونبدأ أتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية. طبعا حاليا تصوير مسائي، وهذه إضاءات السيارة معتمدين عليها بشكل كبير. الداخلية عندنا الزجاج بالكامل أوتو لمسة واحدة مع مرايا كهربائية، وأكيد فيها خاصية الطي الأوتوماتيكي، ذاكرة تخزين، كرسي السائق طبعا، والدركسون بحركة كهربائية تلسكوبية. الحركة التلسكوبية هي إنه ينزل ويطلع ويقدم ويرجع، بس حركة التلسكوب يعني. عندنا حساسات نشغلها نطفيها عن طريق هذا الزر البروجيكتر، طبعا هذا زر حاليا طافي البروجيكتر اعتقد الحين بيوضح، بسم الله ما حيوضح لان السيارة لونها ابيض اللي قدامنا. طبعا عندنا هذا اللي يفتح الشنطة الخلفية، تحكم في مستويات داخلية، هنا انوار السيارة، دركسون بشكل ثلاثي مكسوب الجلد، تحكم بالنظام الصوتي، الاوامر الصوتية، تحكم بعداد الرحلات، طبعا هنا مثبت السرعة، الرادار، جير اف 1 خلف المقود، طبعا المساحات فيها وضعية اوتو، كذلك الار بي ام مع الحرارة مع عداد الرحلات والسرعة بتانكي وتانكي البنزين. السيارة فيها شاشتين، الشاشة الأولى تتكلم عن شاشة ملاحة طبعا مربوطة بماوس، أو تقدر تتحكم فيها تاتش، طبعا هذه الشاشة اللي هي تكون دائما عين السائق عليها بحكم أن الكاميرات المحيطية كذلك موجودة عليها. طبعا الكاميرات المحيطية زي ما ذكرنا، السيارة فيها كاميرات محيطية 360 درجة بسنتيغريوس، هذه هي الكاميرات المحيطية، أو في زر مختصر يعني نشغل فيه الكاميرات زي ما تلاحظون 360 درجة. كذلك السيارة تدعم خاصية أبل كار بلاي، نقدر نشبك عليها الأبل كار بلاي وأندرويد أوتو وتصير بالشاشة هذه. طيب عرفنا فوائد الشاشة أن هذه هي تركيز السائق الكبير عليها واللي تستهدف قيادته. عندنا الشاشة هذه اللي فيها إعدادات ضبط السيارة، الخرائط على آخره، مختصرات يعني هي الشاشة الثانوية أو المساعدة للشاشة العلوية، وأيضا فيها خصائص السيارة بحيث أن هذه طبعا أنه ما يستخدم السائق إلا هو واقف. طيب طبعا عندنا السيارة فيها مكيف منفصل بين السائق والراكب، ولا ننسى التكييف الخلفي، يعني السيارة فيها ثلاث مناخات تعتبر. عندنا التبريد والتسخين للمقاعد الأمامية ما شاء الله تبارك الرحمن. كذلك السيارة فيها CD، تدعم نظام صوتي اللي فيها نظام صوتي بوز، طبعا هذه سماعاته زي ما نلاحظ. عندنا منفذ تايب سي، منفذ USB، نظام الصوتي، هنا منفذ طاقة، في مساحة تخزين، وعندنا حاملة أكواب عدد اثنين، ونقدر نسكر الدرج هذا اذا ما حابينه. زر التشغيل الذكي
الجير اوتوماتيك طبعا بنظام سي في تي. طبعا تلاحظون شكله كهربائي، التوبترونيك فيه خلف المقود، معنا سي في تي بس هذه يسمونها سرعات وهميه بحكم السي في تي عباره عن بكرتين، ما ادري ايش طريقتها، انا مو ميكانيكي لكن هذه يسمونها سرعات وهميه، اعتقد يعطيك 7 سرعات وهميه. طبعا اذا حاب تحط بي تضغط الزر هذا، بس صراحه يعني طبعا بحكم اني ما تعودت على السياره، يوم ابغى احط بي اضغط زر الستوب. طيب عندنا نظام درايف مود للسياره، هذه 4 عضيات القياده زي ما نلاحظ. طبعا عندنا نظام هنا ستارت ستوب وجرانت كهربائي بخاصيه اوتو هولد. بالله تخيلوا، شوف الفهاوه، بيقول لك جرانت كهربائي بحامله اكواب. طيب هذا الماوس، وهذا اختصار الخرائط، وهذا اختصار الكاميرات، وهذا الباك زي ما تلاحظون، هذه الماوس تحكم فيها من هنا. نفتح الدرج، وطبعا ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الشاحن اللاسلكي ومنفذ الطاقه يو اس بي، هذا عطري طبعا ما لكم شغل فيه، ما هو موجود، ما يجي مع السياره. وهذه ابرز التطريزات الموجوده بالسياره، وانوار السقف LED. طبعا لا ننسى بيت النظاره، وهذه نظارتي بعد ما تجي مع السياره، المرايه الداخليه تاتيم، والشماسات فيها مرايه مع اناره هيلوجينيه. عندنا السنتر لوك في باب الراكب فورميكا كذلك. طبعا تكلمنا عن نظام صوت البوز، هذا درج السيارة. نطفي الأنوار عشان نوريكم الإضاءات المحيطية اللي موجودة هنا كذلك، موجودة بالخلف وأيضا حول إطار جير السيارة. فما شاء الله تبارك الرحمن، كل هذه هي مزاياها الداخلية. احنا قاعدين نتكلم عن انفينيتي، الماركة الفاخرة طبعا اليابانية، اللي هي نفس فكرة ليكزس طبعا كذلك كادلك، وتنافس السيارات الألمانية مرسيدس بنز، بي ام دبليو، اودي، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا انفينيتي معروفة، هي العلامة الفاخرة من شركة نيسان اليابانية، وشركة غنية عن التعريف. طبعا ما شاء الله انتشار انفينيتي اكثر في الاسواق الامريكية بشكل كبير، يعني السيارة هذه طبعا حتى انك بتفتح باب السيارة تقرا عليها ان نيسان امريكا، بلد تصنيع المكسيك، بحكم ان في مصانع كبيرة لنيسان في المكسيك. الامن والسلامة، طبعا فرامل بي اس، نظام الثبات الالكتروني، حسس كفرات، ارباقات امامية وجانبية، وعدد 5 احزمة امان الله يحجن لها، النقطة العمية طبعا، والرادار، هذه كلها موجودة بالسيارة. طبعا صراحة اعيد اكرر، حتى قلت الشيء هذا في سناب، السيارة الوحيدة اللي قيرها سي في تي، سكتها ما كنا سي في تي، حتى في التسارع بالعادة في حنة بيكون ثابت على ار بي ام معين، على رقم معين بالار بي ام، لكن هنا تشوف في تبديلات، فصراحة ما تعطيك انطباع ابدا ان جير سي في تي. الفوائد ان هنا جير سي في تي يكون افضل بالصرفية وافضل باداء السيارة، لكن عامل نفس عند كثير ما يحب الحنة هذه. طبعا سيارة ناعمة، اللي بحث عن سيارة ناعمة، سيارة مرتفعة، نظام الدفع الرباعي اللي فيها ما هو عشان والله تروح طعس او تغامر في الوديان والكثبان الرملية، فكرته انه يعطيك ثبات خفيف. اوكي طلعت خفيفة للبر مع تنسيم كفرات وفي شوية مطر، السيارة بتمشي، راح تعطيك متعة عائلية فقط، ما راح تعطيك والله متعة شبابية، وانه ما فيها دفع رباعي يعني ثقيل خفيف، لا هو اوتو على الكفرات، يشوف الكفر اللي معلق لاخره، للطرق يعني اذا في زحلقة لا قدر الله، يعني موضوع ثبات لا اكثر. طبعا هذه هي خاصية الإنارة عند الالتفاف، زي ما تلاحظون النور يتحرك مع الدركسون. وهذه هي أنوار السيارة الخارجية، زي ما تلاحظون الإشارات، فلشر، العدسات الأمامية، طبعا عدسة واحدة للنور الواطي، ثلاث عدسات للعالي، برضو عندنا كشافات الضباب LED. لا ننسى أن إشارات المراية كذلك LED. وننتقل إلى الخلف، طبعا عندنا برضو ما شاء الله إنارات فول LED، عندنا كشافات الضباب كذلك LED.